انا عايز اختم باماني مصطفى، بتقول امي الله يبارك لها حسست كل واحد فينا انه اغلى حاجه عندها في الدنيا، وشبعتنا حب وحنيه وعطاء، وكانت تزعل على زعل كل واحد فينا، ولو اتعرض لظلم ما كانتش تقول انا مع المظلوم او مع الضعيف، كانت بتعيش كل واحد لحظته ووقته في الفرح والحزن بدل ما تجرح اخوه او اخته. اللهم ارزقها الفردوس الاعلى. انه احنا عايزين نختم بفكره انه لازم ناخد بالنا من الحاجات الصغيره دي. يعني ايه اللي يخلي امي ما تاخدش بالها؟ ممكن واد يبقى شقي وبتاع وتفضل تزعق فيه طول النهار ليل ونهار، فيفتكر ان هي بتفرق. بصي، هو النهارده اصلا عيد ميلاد مامتي الله يا يرحمها، حبيبتي والتعليق اللي انتي قريتيه ده فكرني بحاجه مهمه قوي، ان ماما لو ما كانتش عملت اي حاجه حلوه في حياتها غير انها ربتنا من وهي عندها 35 سنه كانت ارمله، كفايه ان هي خلتني انا واخواتي كاننا بني ادم واحد، احنا الثلاث بنات. كل واحده فينا حاسه ان هي ام التانيه. لو واحدة فينا عزلت والله العظيم يا دعاء الاتنين التانيين لازم يروحوا وراها. خلتنا ماسكين في بعض قوي قوي. فدي حاجة كانت مهمة جدا انها علمتنا ان احنا التلاتة حاجة واحدة، من الله. كتر ما كانت احنا التلات بنات قلبنا على بعض وبنحب بعض عندك وبنتعامل مش نفس اخوات رجال؟ عندي اخ عندك ولد. اخ ولد؟ كان في تفرقة؟ يعني طبعا لانه هو ولد، هو صبي انا مش صبي، بس انما يمكن انتوا الثلاثه كنتوا يعني بتحبوكوا انتوا الثلاثه زي بعض، احنا فطلعتوا التلاتة زي كأنكوا بعض شخص أوي، واحد. فخلتنا كأننا بني آدم واحد فعلا. فاللي بتزرع حنية يا جماعة، ربنا يرحمها ويغفر يا رب لها، اللي بيزرع حنية ندعي لها بقى بدموعك الحلوه دي ان شاء الله تبقى رحمه كده عليها، والناس اللي بتتفرج علينا تدعي لها. ماما اسمها ايه؟ حبيبة. ماما اسمها حبيبه. ايه الاسم الحلو ده؟ من زمان كان اسمها كده. ايوه ربنا يجعلها حبيبه الرحمن يا يا رب، رب. ويدخلها فسيح جناته يا رب. فورثنا منها ان احنا بنربي ولادنا بنفس الطريقه، انتوا مالكوش غير بعض، والتلات بنات عندي انتوا التلاته واحد، لو اديت لي دي حضن بدي لدي ولدي، حتى لو هي مش انتوا عايزه، تلات اخوات بنات، وانتي خلفتي تلات بنات؟ وانا خلفت تلات بنات، وحتى فخدتي النموذج بتاع التربيه ده حطيتيه حطيته هنا. هنا. وفعلا يا دعاء انا ببقى في منتهى السعاده لما بلاقي الثلاث بنات قاعدين مع بعض بيتكلموا في الاوضه، خدوا بعض ونزلوا يخرجوا حتى لو انا مش معاهم، لان انا بقول انا مش هفضل عايشه لهم العمر كله، لازم هم يبقوا كده. وعلى المستوى الاكبر بقى هم الثلاثه واولاد اخواتي، هم عارفين ان احنا سبع اخوات، يعني انا كل اخت منهم جايبه اتنين، فخلاص بقينا احنا السبع اخوات. فاهمه قصدي؟ هتزرعوا قسوه يا جماعه وتفرقوا بين الولاد، احنا مش عايشين العمر كله لولادنا. الميراث اللي هتسيبوه والكره اللي هتسيبوه دوت، في ناس كتير جدا جدا يا دعاء مش قادره تسامح اهاليها، مش قادره تدعي لها بالرحمه حتى. كفايه قوي ان انت بتدعي لماما بالرحمه، وكل الناس اللي بتتابعنا بتدعي لحبيبه، حبيبه بنت مين؟ حبيبه. حبيبه بنت حميده بالرحمه، ربنا يرحمها ويغفر لها. شكرا يا مروه. شكرا شكرا مروه حبيبي. السعيدي. عندنا فاصل قصير ونعود.